الرقم الصعب في معادلة الصراع بين العرب وأوروبا، وبين العرب والأفارقة، وبين العرب أنفسهم، مهد البشرية وملتقى جيوش العالم الكبرى عبر العصور. رأس ناتئ من اليابسة على شكل قرن يشق الماء شطرين ويصل قارات العالم ببعضها. جذور الصراع حوله وفيه ضاربة في التاريخ يشهد عليها الاستعمار بوجهه الحربي القديم ووجهه الاقتصادي الثقافي الجديد. أربع دول ترسم شكله الذي يرتبط باسمه، بينما يضيف لها البعض أربعا أخرى ترتبط به بأبعاد سياسية واقتصادية ومكانية. دول ترسم ملامح أرض الحروب الأهلية، أرض ارتبط اسمها بالمآسي والمجاعات وندوب الإنسانية التي لا تنسى. إليكم هذا الوثائقي المطول عن القرن الإفريقي، تتابعون فيه إجابات عن مجموعة من أهم الأسئلة حوله: كيف كانت جغرافيته لعنة تلاحقه عبر الزمن؟ ما هي أهميته الاقتصادية؟ كيف شتته الأوروبيون عبر التاريخ وزحفوا إليه وجعلوه مرتعا لجيوشهم وصراعاتهم؟ ولماذا أهمله العرب وابتعدوا عنه رغم التقارب المكاني والتاريخي معه؟ والنهاية من البداية ستكون بنبذة عن تاريخ هذه البقعة من الأرض. كل ذلك وأكثر سنتعرف إليه اليوم، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. رابع أكبر شبه جزيرة في العالم. القرن الإفريقي هو الجزء البارز في شرق القارة الإفريقية، ويصنف كرابع أكبر شبه جزيرة في العالم. عدد دوله أربع بحسب الخريطة، لكن الغالبية يضيفون إليه دولا أخرى على أساس الامتداد السياسي والاقتصادي. الدول الأربع الأساسية التي تشكل القرن الإفريقي هي إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، تضاف إليها كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا. جغرافيا القرن الإفريقي هو الجزء الممتد على اليابسة الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن على شكل قرن، وهو بهذا المفهوم لا يتعدى الدول الأربع الرئيسية التي ذكرناها قبل قليل: الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا. لكن بعض الباحثين يقولون إن القرن الإفريقي يمثل منطقة شرق إفريقيا المتحكمة بمنابع النيل والمسيطرة على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن، متضمنا الدول التي تشكله جغرافيا والدول التي تعد امتدادا حيويا له. وبالاعتماد على المفهوم الضيق لتكوينه، على فرض أنه يشمل فقط الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، فإن مساحته الإجمالية في هذه الحالة تبلغ حوالي 1,900,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانه يتجاوز 115 مليون نسمة. مساحة شاسعة وأهمية جغرافية وسكانية كبيرة، فمن الطبيعي أن تضم هذه المساحة كما هائلا من الثروات، كيف لا وهي تقبع في مكان استراتيجي من العالم. فحين نتكلم عن الموقع على البحر الأحمر، لابد أن نتوقف ليس قليلا بل كثيرا عند هذه المنطقة التي تعتبر اليوم الأهم والأبرز، إذ تطل على عدد من أهم الممرات البحرية وتتحكم بمراكز قوة استراتيجية لا يستهان بها، ولها مكانة وأهمية أمنية كبيرة ينعكس تأثيرها على العالم كله. فلا نبالغ إن قلنا إن هذه المنطقة يتم فيها حسم كثير من الصراعات الحاسمة دوليا، كيف لا وكما ذكرنا أنها تطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي معا، وقريبة من باب المندب المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة دوليا، المسؤول عن التحكم بغالبية التجارة البحرية حول العالم. وبالتالي باتت هذه المنطقة مطمعا لكافة الدول الاستعمارية، وواجهت عبر تاريخها استعمارات وتدخلات واحتلالات واستغلالات لا تعد ولا تحصى، وما تزال أزمتها مستمرة وربما لن تنتهي. فتاريخيا تنافست على هذه المنطقة ثلاث قوى استعمارية كبرى: فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ولم تكن لتبرأ من الاحتلال القديم الذي كان عسكريا ظاهرا للعيان، حتى واجهت من جديد احتلالا مغايرا لم يعتمد الغزو العسكري بل التسلل الناعم والتغلغل الهادئ وبسط النفوذ السياسي والاقتصادي. وليست فقط حرب البشر التي سنتطرق إليها لاحقا، بل عانى هذا المكان من الأرض حربا من قبل الطبيعة،
وكأنها انتقام أو لعنة أصابته في مقتل. لنتعرف على تفاصيلها معا. الجغرافيا تتجسد هنا. منذ عقود ارتبط اسم القرن الإفريقي بالكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية تماما كما لازمته سمة الحروب الأهلية. فكما تسببت الحروب بحركات وموجات نزوح وتشريد كبيرة لأهل هذا المكان، الكوارث الطبيعية أيضا من جفاف وفيضانات نتجت عنها حركات نزوح وأزمات صحية معقدة. فارتبط اسم القرن الإفريقي بالمجاعات والأمراض المزمنة والأوبئة، وقد ساهم إهمال الدول سواء المحيطة أو البعيدة للوضع السيء هنا في تعميق الآثار المأساوية التي ربما يكون التغير المناخي أحد أهم أسبابها. وبحكم موقعه بين البحرين ومساحته الموزعة بين الصحاري الجافة والأراضي الزراعية الخصبة، فمن الطبيعي أن يتمتع بمناخ متنوع وإمكانيات زراعية ورعوية كبيرة. رغم ذلك لم تستطع الصمود أمام موجة التغيير المناخي التي داهمت العالم. الحكاية بدأت من تراجع منسوب المياه والذي كان بسبب قلة الأمطار، وعرض ملايين السكان للمجاعة، حيث عانت إريتريا من الجفاف ونقص الأمطار. ففي عام 2004 دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر مناشدة المساعدات لمليون وسبعمائة ألف إريتري يواجهون نقصا حادا في الغذاء. في العام الذي يليه أعلن تقرير لمنظمة الفاو أن خمس سنوات من الجفاف الشديد في إريتريا أدت إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 60% من السكان، أي ما يعادل نحو 2,300,000 نسمة، يعتمدون على المعونات الغذائية كي يبقوا على قيد الحياة. كذلك أعلنت المنظمات الدولية أن الحزام الزراعي لإريتريا الذي يمثله إقليم جاش باركا يواجه مخاطر جسيمة مثل الحرارة المتزايدة والهطول العشوائي للأمطار والفقر الذي يحول دون امتلاك المزارعين للمدخلات اللازمة لزيادة محاصيلهم. وإلى جيبوتي التي تعد إحدى أكثر دول العالم تأثراً بالتغير المناخي نتيجة موقعها المطل على سواحل واسعة. وعلى عكس إريتريا فإن الفيضانات والسيول كانت أهم كوارث هذه الدولة، حيث تعرضت عام 2019 مثلاً لسيول هائجة بعد أن هطلت عليها أمطار في يوم واحد تعادل ما يسقط على المنطقة في عامين كاملين، ما تسبب بأضرار متنوعة لأكثر من 250 ألف شخص تقريبا. الأمطار والسيول كانت قد داهمت جيبوتي بعد جفاف مستمر عانته البلاد منذ عام 2004، ودفعت بسببه الكثير، حيث تسبب بنفوق كبير للماشية، الثروة التي تعتمد عليها آلاف الأسر للحصول على دخلها. أما الصومال فكان وما يزال أكثر بلدان القرن الإفريقي تأثراً بنتائج التغير المناخي، ويزداد هشاشة وضعفاً يوماً بعد يوم، فهو يتصدر ترتيب الدول الفاشلة في حل الأزمات منذ سنين. وفي مطلع التسعينيات تكاثرت عليه قوى الشر البشرية والطبيعية، فعانى موجة جفاف قوية واشتعلت على أرضه حرب أهلية واسعة. وتعد مجاعة عام 1992 التي ترافقت مع بداية اندلاع الحرب الأهلية في البلاد واحدة من أسوأ مجاعات العالم، حيث أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص وشردت أكثر من 3 ملايين نازح. المجاعة الثانية التي ضربت البلاد بين عامي 2010 و2012 تسببت بوفاة 258 ألف صومالي، كما تسببت بنزوح نحو مليون شخص. بينما عرضت الأزمة الغذائية الحالية المستمرة في الصومال منذ عام 2017 أكثر من مليوني صومالي للمجاعة. هكذا مثلت الطبيعة والتقلب المناخي أهم عامل لضرب الأمن الغذائي في الصومال. فبعد موجة الجفاف تجتاح الفيضانات البلاد، ثم يعود الجفاف،
وهكذا يعيش الصومال خصوصا والقرن الإفريقي كله عموما بين هذا وذاك، والنتيجة أوبئة وفقر وجوع وتشرد. وهكذا أيضا شكل المناخ تهديدا كبيرا للقرن الإفريقي والحياة الطبيعية والبشرية فيه، فكانت له مظاهره القاسية التي رسمت صورة قاسية بائسة لدوله كلها، وباتت المنطقة وسكانها ضحايا حقيقيون للتحول الكوني والاحترار العالمي. وفي هذا المجال يقول الخبراء إنه يمكن حل هذه الأزمة بالتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية والأفراد على الصمود، عدا عن العمل على تعزيز النظم الزراعية والغذائية في وجه الصدمات، ومن ضمنها الظواهر المناخية المتطرفة التي تجتاح المنطقة. التكامل الاقتصادي في القرن الإفريقي. يعد التكامل الاقتصادي الحل الأمثل لمشكلات القرن الإفريقي والمعزز الأكبر للقوة الاقتصادية وبالتالي السياسية له، التي تجعله ذا تأثير كبير في السياسة الإقليمية والعالمية، وهي حقيقة استشعرتها دول هذه المنطقة التي وجدت في التعاون المشترك أداة فعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها دول القرن الإفريقي. وبالفعل تم إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية لمكافحة الجفاف والتصحر IGADD عام 1986، التي تتكون من الصومال وجيبوتي وإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا، ثم التحقت بها إريتريا. مهمتها كانت السعي إلى مكافحة الكوارث الطبيعية، وأنشئت لتكون نواة مشروع ضخم للتكامل بين دول المنطقة في المستقبل. فتمثلت المهمة الأساسية لها بالتنسيق بين الدول لحل ثلاث قضايا جوهرية: الأمن الغذائي وحماية البيئة، والتكامل والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان. ثم أضيف إليها بعد سياسي واقتصادي ومهام جديدة، وتم تغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية. لكن جهودها شهدت جمودا وإعاقات مع اندلاع الحرب الإثيوبية الإريترية. رغم ذلك لا يمكن تجاهل جهودها الكبيرة ودورها الفعال في إنهاء الصراع العسكري بين البلدين. فسياسيا نجحت الهيئة في حشد الدول الكبرى لدعم المبادرة الصومالية، وما تزال تعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع المسلح والحرب الأهلية المشتعلة في دولة جنوب السودان، إذ جعلت حل الصراعات وإنهاء الحروب أولوية لها، لأنه سيفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والتجاري لدول المنطقة. وبعده يمكن الانطلاق نحو مشروع التكامل الاقتصادي الذي تنتظره دول القرن الإفريقي كلها. ومن المشاريع الاقتصادية التي طرحتها الهيئة إنشاء شبكة طرق حديثة تربط بين دول القرن الإفريقي، ممولة من الاتحاد الأوروبي وبتكلفة قدرت ب 300 مليون دولار أمريكي. كما تسعى الهيئة إلى تنفيذ مشاريع تنموية طموحة تتمثل في إلغاء الحواجز الجمركية بين دول القرن الإفريقي وإقامة مشاريع زراعية مشتركة، إضافة إلى توحيد المواصفات التجارية لمنتجات دول المنطقة، وأيضا إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين. وتتنوع اقتصادات الدول في هذه المنطقة، إذ يعتمد اقتصاد الصومال على ثروته الحيوانية الكبيرة بامتلاكه أكثر من 45 مليون رأس من الماشية، ويعتمد سكانها في ثلث غذائهم على الزراعة المحلية. أما اقتصاد إثيوبيا فيعتمد ب 43% منه على القطاع الزراعي الذي يشغل 80% من الأيدي العاملة في البلاد، بينما تسعى جيبوتي للاستفادة الاقتصادية من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، وذلك عن طريق الاستثمار في اقتصاد الموانئ والامتيازات والتربح، وذلك بالسماح بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها، إذ تجني جيبوتي نحو ربع مليار دولار سنويا مقابل تأجير أراض لقواعد عسكرية، وتبلغ قيمة التأجير السنوي للصين 100 مليون، واليابان ما يقرب 35 مليونا، وفرنسا التي تمتلك القاعدة الأقدم فيها تدفع نحو 30 مليونا، عدا عن دول أخرى لها قواعد عسكرية فيها مثل ألمانيا وإسبانيا. ورغم أن المنطقة تمتلك عموما ثروات طبيعية هائلة، ففيها 22% من احتياطي الغاز والنفط في العالم،
و25% من احتياطي الذهب و80% من البلاتين، إضافة إلى نحو نصف احتياطي العالم من الألماس، ومقومات اقتصادية أخرى أهمها المياه، فهي التي تزود مصر والسودان بالمياه الصالحة للشرب، ذلك لأن نهر النيل ينبع في جزئه الأكبر من إثيوبيا. لذلك سعت دول العالم إلى هذه المنطقة للاستفادة من مقوماتها الاقتصادية وبسط نفوذها على المحيط الإقليمي لها تحت ذريعة التعاون الاقتصادي والخيري. وبالفعل وجدت تلك الدول موطئ قدم لها هنا، مستغلة الفقر الذي يعانيه أصحاب الأرض. أمريكا مثلا تعمدت عرقلة استخراج البترول الصومالي حتى لا يخرج الصومال من أزمته الاقتصادية أبدا، بل يبقى دائما يعيش في فوضى سياسية واقتصادية وأمنية تضمن تبعيته الكاملة للدول الأخرى. وبالعودة للتكامل الاقتصادي، فإن من الخطوات التي اتخذت للحد من الكوارث في القرن الإفريقي هي إطلاق حملات واسعة في إثيوبيا وإريتريا لغرس ملايين الأشجار، سعيا منها للتصدي لزحف التصحر وتحسين شروط الطقس الجاذبة للأمطار. الأطماع الخارجية. يطل القرن الإفريقي على الخليج العربي مباشرة وخليج عدن وباب المندب، وعبره يمر الطريق الوحيد الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. البعض يسمونه شبه الجزيرة الصومالية، كما أنه يتداخل سياسيا واقتصاديا وأمنيا مع منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. أيضا يعتبر القرن الإفريقي المدخل الوحيد لإفريقيا من جهة الشرق. الأهمية الكبرى لهذا الموقع كانت السبب الرئيس والأول والأهم لتكالب الدول الاستعمارية عليه، فالموقع يتحكم بأبرز المنافذ البحرية سواء في البحر الأحمر أو بموقع خليج عدن والمحيط الهندي، وهي بهذا الوضع تعد أهم منفذ تجاري على مستوى العالم كله، فعن طريقه يتم شحن النفط الخليجي إلى دول العالم وغيره من السلع التجارية. لذلك فهذه المنطقة تعد المتحكمة والمسيطرة بحركة التجارة العالمية، والأهم من ذلك التحركات العسكرية القادمة من وإلى أوروبا وأمريكا. كذلك فإن من ضمن نقاط الأهمية الجغرافية لهذه المنطقة هو اتصالها جغرافيا بمنطقة حوض النيل ذات الأهمية الكبرى، واتصالها كذلك بمناطق ودول الشرق والوسط الإفريقي، وتحكمها بمنابع النيل الموجودة في إثيوبيا. كل ذلك جعل القرن الإفريقي ذا خصوصية وأهمية كبيرة عالميا، فتجاوزت أهميته الاستراتيجية البعد المحلي والإقليمي، وبات ذا مكانة كبيرة على المستوى العالمي، وله دور كبير في إحداث التوازن والاستقرار لدول المنطقة بل والعالم كله، وذلك لما تتمتع به دول هذه المنطقة من خصائص اقتصادية سياسية عسكرية مهمة. الخصائص أو الدور الذي برز مع تأثر دول كبرى على مستوى العالم بظاهرة القرصنة التي جعلت الدول تنتفض للدفاع عن مصالحها وحماية أحد أهم طرق التجارة العالمية، فانبرت تلك الدول لحل النزاعات والصراعات والعنف المسلح في هذا المكان. وهنا برز الدور الكبير الذي تلعبه منطقة القرن الإفريقي التي باتت مع الأيام منطقة نفوذ وتنافس بين القوى الإقليمية والدولية. فإثيوبيا باتت أحد محاور القرن الإفريقي والقوة الناهضة به بامتلاكها أكبر قوة عسكرية، فهي تعتبر القرن الإفريقي طوق نجاتها وامتدادها البحري، لذا تتعمد محاربة الوجود العسكري في الصومال لضمان امتيازاتها، بينما لم يتوقف أبدا التنافس الدولي بغرض الهيمنة السياسية منذ القدم وحتى اليوم. لكن الذي تغير أن المهيمن كان أمريكا منذ القدم، أما اليوم فقد برزت قوى جديدة على الخط مثل الصين وتركيا وإيران وإسرائيل. فعلى هذه الأرض تشتعل حرب صينية أمريكية تسعى أمريكا من خلالها إلى وقف نفوذ الصين وحصارها حتى لا تستطيع التمدد، بينما استطاعت الصين تجاوزها ومد جذور قوية لها هنا وتغلغلت بشكل قوي في إثيوبيا والصومال وجيبوتي. كذلك تركيا التي تحاول استعادة جزء من إرثها العثماني وإثبات قوتها وعلاقاتها تسعى للوجود في الصومال بقوة،
لذا أنشأت علاقات متينة مع جيبوتي وإثيوبيا. إيران أيضا تسعى ليكون لها نفوذ في المنطقة الحيوية كي تبسط هيمنتها انطلاقا من ركيزتها في اليمن، وهم العصابات التي تنشرها إيران في اليمن. لذلك فإن الحلم الإيراني يتمثل في مد نفوذها للقرن الإفريقي والسيطرة على باب المندب، وحتى تتمكن من حصار وخنق دول الخليج العربي. وبالفعل كانت لها عدة محاولات لبسط نفوذها على باب المندب، لكنها باءت بالفشل. أما إسرائيل فترى في القرن الإفريقي صمام أمان لها، فالبحر الأحمر بحر عربي، لذا يسعى الإسرائيليون لإيجاد مجال حيوي في تلك المنطقة لينافسوا النفوذ العربي فيها، فأسسوا وجودا عسكريا وأمنيا، كما طوروا من علاقاتهم السياسية مع بعض أنظمة تلك المنطقة خاصة إثيوبيا وإريتريا، إذ استطاعوا عمل اتفاقات عسكرية لتدريب وتسليح جيوش هذه الدول عبر اتفاقيات اقتصادية وأمنية كثيرة أكسبتهم نفوذا كبيرا وهيمنة واسعة هنا. أهمية عسكرية لا يستهان بها. الأهمية الجيوسياسية والأهمية الاستراتيجية تدعمها الأهمية العسكرية، وللسبب نفسه هو الممرات المائية والموقع الجغرافي الفريد الذي يعد مغناطيسا جاذبا للقوى الدولية لعمل قواعد عسكرية فيها. ومقابل الامتيازات الكبيرة التي منحتها دول القرن الإفريقي للدول الكبرى، تسابقت دول مثل أمريكا وفرنسا صاحبة أقدم قاعدة عسكرية، والصين وتركيا، وحتى اليابان التي لا تسعى لأي نفوذ سياسي غير حماية تجارتها الخارجية، تسابقت جميعا لفرض نفوذها العسكري هنا. ففرنسا احتلت جيبوتي منذ عام 1850، وما تزال تحتفظ بأقدم قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، وهي قاعدة فورس فرانسيس جيبوت، يتمركز فيها نحو 900 جندي مقابل عقد إيجار بقيمة 34 مليون دولار سنويا. أما أمريكا تمتلك أهم القواعد الحربية وأكبرها في منطقة القرن الإفريقي، ففي جيبوتي أنشأ الأمريكيون قاعدة عسكرية يوجد فيها أكثر من 4000 فرد ما بين عسكري ومدني. كذلك تمتلك أمريكا عدة قواعد عسكرية سرية في دول القرن الإفريقي وجوارها. في كينيا توجد قاعدة مومباسا ونابلوك البحريتان، وفي إثيوبيا توجد قاعدة أربا مينش الجوية للطائرات بدون طيار منذ عام 2011. الصين أيضا أقامت قاعدة عسكرية لها في جيبوتي عام 2016، وهي أول قاعدة عسكرية صينية خارج الصين. أنشأتها في موقع يحتل مكانة استراتيجية كبرى لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود. تركيا أيضا سعت لتعزيز وجودها عبر الصومال، حيث كثفت من تدخلها الاقتصادي والإنساني، فعززت وجودها عام 2017 بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدود جنوب العاصمة مقديشو، قالت إنها لتدريب 10,000 جندي حكومي صومالي. وإلى إسرائيل التي استأجرت أرخبيل دهلك بأريتريا لبناء أكبر قاعدة عسكرية لها هنا، كما أنشأت قاعدة بحرية في ميناء مصوع وقاعدة تنصت استخباراتية تقع على قمة جبل على ارتفاع 3,000 متر فوق سطح البحر. السعودية أيضا أعلنت اعتزامها إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي لتعزيز وجودها ودورها في المنطقة خوفا من التغلغل الإيراني. أما الأوروبيون فتمركزوا ضمن مهام مشتركة أبرزها تطويق جرائم القراصنة في مضيق باب المندب ومراقبة حركة الملاحة. القواعد العسكرية والجيوش تمنح الدول التي تنشئها امتيازات اقتصادية عالية من جهة، ومن جهة أخرى فإن وجود هذه القواعد يثير حفيظة الدول الجوار، وذلك لوجود حزازيات وصراعات بين دول المنطقة وبعضها. لذا فإن الإسراع المتزايد والتكالب على المنطقة لبسط النفوذ من خلال إنشاء قواعد عسكرية قد يكون له تداعيات مستقبلية لا تحمد عقبها، خاصة أن الدول التي تسعى لبسط نفوذها العسكري باتت تعلم أن تركيا لها أطماع تفوق الاقتصاد والسياسة، بل لها أطماع تاريخية أيضا. تاريخ القرن الإفريقي.
أهمية القرن الإفريقي ليست وليدة اليوم، بل إن هذه المنطقة منذ العصور القديمة تعتبر محط أنظار القوى والإمبراطوريات المهيمنة، ذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على طرق التجارة الدولية البرية والبحرية القديمة. فقديماً كانت المنطقة الجغرافية التي يشغل القرن الإفريقي جزءاً منها تسمى بلاد كوش، وتمتد من بلاد النوبة إلى الصومال. ومن الثابت تاريخياً فيما يتعلق بالقرن الإفريقي أن هناك شعوباً كوشية قد استقرت فيه منذ فجر التاريخ. مع الأيام اندمج الكوشيون بالسكان الأصليين واحتلوا مناطقهم وضايقوهم حتى انسحب السكان الأصليون إلى الجنوب واستقروا في جيوب صغيرة في جنوب إثيوبيا الحالية، حيث يعرف هؤلاء اليوم باسم الشانغلا. لذا فإن العنصر الغالب لسكان القرن الإفريقي اليوم هو الزنجي والعربي. فمع مرور الزمن اختلط الساميون بالكوشيين، وتكون من هذا الامتزاج والاختلاط شعب جديد له ملامحه وأوصافه وثقافته الخاصة. أطلق العرب على هذا المزيج البشري اسم الحبشة، الذي ترجمه الأوروبيون إلى إبسينيا. وتميزت منطقة القرن الإفريقي تاريخيا بالصراع المسيحي الإسلامي، حيث كانت الإمبراطورية الحبشية راعية للكنيسة والمسيحية في المنطقة، بينما مثل الصومال ودول الطراز الإسلامي الجسد المدافع عن الإسلام، ليترك هذا الصراع التاريخي أثره إلى اليوم. ويعتبر الغزو الإثيوبي الصومالي عام 2006 نموذجا حديثا له. ومع ذكر الإسلام فلا بد من أن نقول إن الإسلام اليوم يمثل أكثر الأديان انتشارا في القرن الإفريقي، وقد عرف بعض المسلمين الإسلام عن طريق أجدادهم الذين تحولوا إليه من النصرانية، بينما قدم آخرون حاملين دينهم من الجزيرة العربية. وعرقيا ينتمي هؤلاء إلى عدة قبائل، منها حام وأورمو وعفار وغيرها. وشهدت إثيوبيا من القرن الإفريقي أول هجرة للمسلمين في التاريخ الإسلامي، وكانت آنذاك تسمى بالحبشة. في القرن السادس عشر بات الإسلام دينا رئيسيا في إثيوبيا مع توافد التجار والوعاظ العرب إليها، وتجاوزت نسبة المسلمين فيها 55%. في أوائل القرن الخامس عشر سعت إثيوبيا إلى إجراء اتصالات دبلوماسية مع الممالك الأوروبية، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار مملكة أكسوم. وبالفعل بدأت أولى العلاقات مع أوروبا عام 1508 مع البرتغال، التحالف الذي أثبت أهميته حين ساندت البرتغال الحبشة ضد هجمات الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي. بعد افتتاح قناة السويس سعت الدول الأوروبية نحو القرن الإفريقي مجددا، فاحتلت إيطاليا أريتريا وأعلنتها في يناير عام 1890 مستعمرة إيطالية. واستمرت قرنا من الزمن تقريبا حتى أوقفت القوات الإثيوبية التوغل الإيطالي في القرن. عام 1941 تم طرد الإيطاليين من المنطقة، وتولت بريطانيا إدارتها تحت انتداب الأمم المتحدة عام 1951. وقد برزت الأهمية الاستراتيجية لأريتريا تاريخيا بسبب سواحلها على البحر الأحمر ومواردها المعدنية، وهذا كان السبب الرئيسا لاتحادها مع إثيوبيا الذي جر ويلات كبيرة على إريتريا من قبل السلطات الإثيوبية، تسببت في تشكيل حركة الاستقلال في أوائل الستينيات التي أشعلت حربا استمرت 30 عاما ضد الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، ولم تنتهي حتى عام 1991. أما تاريخ جيبوتي فهو أيضا حافل بالسيطرة الاستعمارية، ففي الفترة بين عامي 1883 و 1887 وقعت فرنسا معاهدات مختلفة مع حكام جيبوتي المحليين جعلت لها موطئ قدم في المنطقة. وعام 1894 أنشأ ليونسي لاغارد إدارة فرنسية دائمة في مدينة جيبوتي، وأطلق على المنطقة اسم أرض الصومال الفرنسية. حصلت جيبوتي أخيرا على استقلالها عن فرنسا عام 1977 معلنة حسن جوليد أبتيدون أول رئيس للبلاد. أما الصومال فربما أبرز ما قد نتحدث عنه هو قبوله عضوا في الجامعة العربية عام 1974 تتويجا لعلاقات طويلة ربطته بالعرب عبر التاريخ.
أهمية كبرى لا أحد يستطيع إنكارها، يمتلكها القرن الإفريقي على المستوى الجغرافي والاستراتيجي والعسكري والسياسي والاقتصادي، أهمية جعلته مطمعاً لدول العالم التي تسعى للسيطرة عليه، خاصة مع ضعف السيطرة العربية والوجود العربي فيه، حيث ظهر العرب الحلقة الأضعف، هذا رغم أنهم الأقرب إليه مكانياً وتاريخياً ودينياً ولغوياً، لكن التآمر من الدول الطامعة يبدو أقوى. فهذا التنافس والتكالب الذي تترجمه الدول عبر الحشود العسكرية في المنطقة والمناطق القريبة، ينذر ذلك كله بوقوع صراع مستقبلي لا بد منه عاجلاً أو آجلاً هنا، صراع ستكون نتائجه كارثية جدا ليس فقط على القرن الإفريقي ودوله الضعيفة المتهالكة أصلا، بل ربما على الوطن العربي والعالم كله.